لقب بين المسلمين بشيخ المقرئين ومفتي المدينة، من أشهر رواة الحديث وأصغر كتاب الوحي سناً. هو من أوائل مدوني وحافظي وجامع القرآن الكريم، عرف بالعلم الواسع والحكمة الراسخة، فهو من الثابتين الراسخين في العلم ومنارة لكل المسلمين. روايتنا اليوم عن الصحابي الجليل زيد بن ثابت، كاتب الوحي، ترجمان الرسول. هو زيد بن ثابت ابن الضحاك ابن مالك ابن النجار ابن ثعلبة، واحد من الأنصار من بني النجار، وهم أخوال رسول الله. صحابي جليل من حفظة القرآن وكتاب الوحي، كان على علم كبير بعلم المواريث والفرائض، واشتهر بعبادته الكثيرة وزهده في حياة الدنيا وتعلقه بالله. صحابي زيد بن ثابت كان من أهل المدينة، وعندما جاء الرسول وجاء الإسلام إلى المدينة كان يتيماً. أثر النبي في نشأة وتربية الصحابي زيد بن ثابت. سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يتيماً، وتربى في مأدبة أو على مأدبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان من أقرب الناس سمتاً وهدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، تأثر عقله بما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطوات الشاب الصحابي زيد بن ثابت باتجاه الإسلام، هل كانت بالتبعية أم التنشئة الاجتماعية والتربوية كان لها دور كبير في ميوله وفي اتجاهاته؟ لما نرجع للتنشئة الاجتماعية بتاع سيدنا زيد بن ثابت، هنلاقيه أنه أصلاً من بني النجار. فهو زيد بن ثابت ابن الضحاك وأخيه من بني النجار، وبني النجار دول أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم عندهم خلفية عن مين محمد صلى الله عليه وسلم ومكانته إيه في قريش قبل ما يجي المدينة. وبالتالي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، بمجرد السنة الأولى اللي أقدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، على طول العيلة كلها راحت، لأنهم عارفين مين النبي صلى الله عليه وسلم، مدى صدقه مدى أمانته، عارفين الأدلة اللي نزلت عليه، وبالتالي قابلوا الإسلام عن اقتناع. وكان سيدنا زيد بن ثابت من أحد أفراد هذه العائلة التي دخلت الإسلام وكان لها شأن كبير بعد كده إن شاء الله. وعندما جاءت معركة أحد، جاء هو وبعض الصبية أيضا وعرضوا نفسهم على النبي عليه الصلاة والسلام إن هم يشتركوا في معركة أحد ويقاتلوا مع المسلمين، ولكن أيضا النبي حافظ أو خشي علي أرواحهم وحافظ على أرواحهم وردهم ولم يأذن لهم بدخول أحد. ولكن رأى أمرا آخر، إحنا بقى بنسميه الطموح، بنسميه توجيه الطاقات. وجد أن سيدنا زيد بن ثابت عنده كده مجموعة من الطاقات الفكرية والعمليات العقلية والقدرات الذهنية، عنده سعة الذهن، يحفظ القرآن الكريم، عنده قدرة في عرض المعلومات في السؤال حتى يكتسب المعلومات الجديدة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذه الطاقات إلى جانب آخر يخدم به الإسلام، فأمره أن يتعلم اللغة العبرية. جاءت غزوة الخندق هنا لتكون البداية الحقيقية للفارس زيد بن ثابت. معركة الخندق كان لها تجهيزات طويلة من حفر ورفع أتربة وتوسيع الخندق وإلى آخره، يعني كان هناك أعمال لوجستية استباقية كبيرة قبل وصول القوات المشركين أو قوات قريش إلى المدينة. من هنا بدأ يشارك زيد بن ثابت رضي الله عنه في المعارك. كان لزيد بن ثابت مكانة كبيرة في المجتمع الإسلامي، ويعود ذلك إلى ما تلقاه من علم كبير على يد رسول الله. كان الصحابي زيد بن ثابت بالإضافة إلى أنه بارع كقائد ودخل في غزوة الخندق وكانت البداية له، لكن أيضا كان له الجانب العلمي الكبير. نعم، هذا هو من وجهة نظري الجانب الذي تميز فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقد استأمنه النبي عليه الصلاة والسلام على القرآن الكريم، فكان كاتبا للوحي. عندما تنزل آيات على النبي عليه الصلاة والسلام كان هو يسجل ويدون ويحفظ. سيدنا زيد بن ثابت علمنا ازاي نستغل الفرص، وعلمنا ازاي ان هو يكون دايما مواكب لمتطلبات سوق العمل. فبالتالي لما لازم النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه اهتم بها القران، لان كان دستورنا كلنا وكان كل الصحابه بيعملوه، لكن هو حب يبقى ليه حاجه مميزه شويه،
فبالتالي في وقت قليل جدا جمع 16 سورة من القرآن، فكان حافظ 16 سورة من القرآن. وكان ده سبب في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه على كثير من الناس بسبب ما معه من القرآن. اشتهر عن الصحابي زيد بن ثابت وهو في سن صغير بالعلم والفضل، وأنه كان مدرك أيضا بعلم الفرائض. كان أهل حكمة وكان أهل علم، والفرائض نحن نعلم أنه علم يعني ليس بهين. صحيح. فكان يدرك هذا الأمر جيدا مما نص عليه القرآن الكريم وعلمه إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أرادوا أن يسألوا عن الفرائض ذهبوا إلى زيد، ذهبوا إلى زيد. وإذا أرادوا أن يسألوا عن القرآن الكريم ذهبوا إلى زيد. لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف فيه الهمة دي بدأ يمكنه لمهمة مستقبلية كبيرة قوي، فبدأ يخليه هو حاجة اسمها كاتب الوحي. وبالتالي بدأ من أوائل الناس، أو أول ما الوحي ينزل من أوائل الناس اللي كان بيستدعيهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكتبوا الوحي كان سيدنا زيد بن ثابت، لذلك لقب في بعض كتب السير بأنه كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم. حين بدأ الرسول في إبلاغ دعوته وإرسال كتابه لملوك الأرض أمر زيدا أن يتعلم بعض لغاتهم، فتعلمها في وقت وجيز. القدرات والمؤهلات والسمات اللي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يثق فيه لدرجة أنه يكون مبعوث الإسلام إلى زعماء وقادة وملوك العالم، هل كان سهل؟ هو لا شك أنه مش سهل. ليه؟ لما نقارن الأعمار دي دلوقتي بجيل شبابنا بيعمل إيه في الوقت ده، لا إحنا محتاجين نفوق شوية قوي عشان نعرف أن إحنا عندنا إمكانيات نقدر نطلعها ونقدر نوظفها صح. أيضاً كان عنده سرعة كبيرة على الحفظ والتعلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما خشي مكر اليهود في المدينة المنورة أمر زيداً أن يتعلم لغتهم أو خطهم. يتعلم لغة اليهود فتعلم لغة اليهود وأتقنها في 14 يوم، يتعلم اللغة السريانية فتعلم اللغة السريانية وأتقنها في 17 يوم. لكن يتعلم لغة ويكون مترجما للنبي صلى الله عليه وسلم وينقل العلوم إلى رسول الله وينقل عن رسول الله العلوم إلى غير ذلك. كان مبعوث الإسلام والرسول لقادة زعماء العالم. كان سفيرا، كان مبعوثا، كان يمثل يعني العلاقات الدبلوماسية بلغة العصر، التعاون الخارجي بلغة العصر، فكان مترجما للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينقل عنه وينقل إليه. كان الصحابي الجليل زيد بن ثابت واحدا من أعلم صحابة رسول الله، ولهذا لم تكن المهام التي كانت توكل إليه بالمهام العادية أو السهلة. هنا يمكن يستوقفني المكانة الكبيرة جدا لحامل القرآن كاتب الوحي وحافظ القرآن أيضا. نعم. بين الصحابة وفي الصفوف طبعاً. أيضا يعني هل غزوة تبوك تعد مثال قوي على مكانة حامل القرآن في أنه يحمل راية المسلمين؟ في معركة تبوك أخذ الراية، راية آل النجار إخوان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأعطاها إلى إلى زيد. إلى زيد، وعندما يعني سأل الصحابي وقال له يعني فهم معناه ماذا فعلت يا رسول الله، رد عليه وقال له يعني كلمة معناه أنه حافظ، مقدم هنا حافظ القرآن، مقدم على الآخرين، مقدم لأنه حافظ القرآن الكريم فهو مقدم على الآخرين، أفضلية هنا بالقرآن، فكنوع من التشريف له والتكريم له أن يحمل راية المسلمين في المعركة أو في أرض الميدان. هذا نوع من التكريم والتقدير لشخص زيد بن ثابت. ليه بقى سيدنا زيد بن ثابت؟ سيدنا زيد بن ثابت من ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أفصح الصحابة اللي موجودين، وبالتالي خصوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في العرض الأخيرة للقرآن يعني في آخر رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن ثابت قرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. إذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد استأمنه على كتابة القرآن الكريم، فهذا اختيار الرصين من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمن من خلاله مجموعة من الصحابة على كتابة الوحي المشرف. وهو صلى الله رضي الله عنه وأرضاه يعني قال لنا قد إيه المهمة دي كانت صعبة، لأن لو كلفوني بنقل جبل كان أهون علي من نقل جمع القرآن. استأمنه بعد ذلك سيدنا أبو بكر على أعظم مهمة في تاريخ الإسلام وهي جمع القرآن الكريم. بعد رحلة من العلم والحكمة توفي الصحابي زيد بن ثابت، واختلف المؤرخون في تاريخ وفاته ما بين سنوات 40 و50 من الهجرة، وقيل عند وفاته مات ليوم حبر الأمة، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا منه. وقال ابن عباس لقد دفن علم كثير عند وفاته ليرحل
أبرز ما أنتج من جيل الصحابة الكرام.